السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور، شرف لي أن أقف أمامكم اليوم على هامش هذه الزيارة الهامة اللي بيشرفنا بيها فخامة الرئيس على مدار يومين لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات القومية في محافظتي الإسكندرية والبحيرة. والحقيقة هذه الزيارة ضمن العديد من الزيارات والجولات اللي بيقوم بيها سيادة الرئيس في ربوع مصر كلها علشان يتابع سيادته بنفسه حجم العمل والإنجاز اللي بيتم على أرض مصر. والحقيقة كل هذه المشروعات القومية هدفها شيء واحد لازم كلنا نبقى واعيين بيه، هو جودة حياة المواطن المصري، لأن كل الدولة بكل مؤسساتها بتشتغل نحو تحقيق هذا الهدف، لأن من حق المواطن المصري أن يتمتع بمستوى معيشة أفضل وبيئة نظيفة وصحية تساعده على العمل والإنتاج. دي كانت كلمة أطلقها السيد الرئيس في 2015، ودي اللي احنا كدولة بنشتغل عليها على مدار 8 سنوات في كل حتة في مصر. ويمكن عشان موجودين النهاردة في إقليم الإسكندرية، واسمحوا لي النهاردة أن أنا أتكلم على محافظتي إسكندرية والبحيرة بحكم أن سيادته شرفنا بتفقد المشروعات في المحافظتين على مدار النهاردة وبكرة إن شاء الله. كل محافظة من دول زي كل محافظات مصر كان فيها تحديات كبيرة جدا بتعوق عملية التنمية، وبتسبب أو تسببت هذه التحديات في عدم رضاء للمواطن المصري وإحساس عنده بعظم المشاكل والتحديات اللي هو بيواجهها. أنا هتكلم يمكن على اسكندرية وبعدين نتكلم على البحيرة. اسكندرية كانت مشكلتها وما زال جزء منها هو ارتفاع الكثافات السكانية، والنتيجة لأن اسكندرية كانت طول عمرها مخنوقة ما عندهاش امتداد عشان تمتد وتستوعب الزيادة السكانية سواء في الشرق أو الغرب أو الجنوب، فكان دايما هو الكثافة الكبيرة جدا في قلب اسكندرية. اسكندرية لوحدها مع عدد سكانها الكبير محتاجة مئات الألاف من فرص العمل تتخلق على مدار الفترة القادمة، لكن عندنا كانت المشكلة نتيجة لأن اسكندرية مخنوقة أن أصبح تقريبا 47% من سكان المحافظة كانوا بيعيشوا في مناطق غير مخططة. مناطق غير مخططة تسببت بسبب أن احنا بقت بنشوف نتيجة لعدم وجود ظهير عمراني يسمح بالتمدد، المدينة بقت بتتمدد رأسيا، وبدل ما كانت الشوارع بتاعتها مخططة من زمان على أساس أنها تكفي بعض الفلل أو العمارات قليلة الارتفاع، ابتدينا بنشوف المنظر اللي حضراتكم شايفينه في الصور. ويمكن كان الظهير الوحيد اللي متاح لهذه المدينة هو كانت مدينة برج العرب الجديد، ولكن كانت مشكلة برج العرب وأنا بتكلم في 2014 و2015 تنقصها الخدمات الكفي اللي تكفي انها تحفز المواطن السكندري ان هو يتنقل، وايضا ان يبقى عنده محاور طرق كافية انها تنقله ما بين اسكندرية والبرج العرب.